مشاهدينا الكرام، ينضم الينا عبر الهاتف احمد عباس، شاهد وعيان من قضايا ابو غريب في بغداد. اهلا بك سيد احمد. بدايه، لماذا اعتقلت السيده فاطمه الليهيبي مع ابيها واخيها؟ اهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهدينا الكرام. في الحقيقه قامت في الليله قبل الماضيه في ليله الجمعه الساعه الثالثه قوه عسكريه لا نعرف الى اين تنتمي، قامت بمداهمه منزل السيد كامل صلفيج الليهيبي. قامت هذه القوة بتطويق البيت ومداهمته بصورة عنيفة، حيث قاموا باعتقال هذا الشخص. هذا الشخص أصلا هو من المعاقين جسديا. هذا الشخص عند اعتقاله الساعة الثالثة فجرا أخذوه إلى المكان الذي يعمل فيه والده، ولده حارث، وقاموا بأخذه إلى جهة مجهولة. بقي أربعة من أفراد هذه القوة إلى حد هذه اللحظة في المنزل المذكور. هذا المنزل أنا قريب من جيران هذا المنزل. ما الذي يمثله هؤلاء؟ هل هم تهديد سيد أحمد؟ هل هم تهديد؟ هل لديهم نشاطات غريبة يعني لتتم مداهمتهم واعتقالهم بهذه الطريقة؟ هذا المنزل شخص كبير معاه، ولديه أربع بنات وولد واحد. هذا الولد يعمل في سكلة لنقل الجص والمواد الإنشائية. الحقيقة عندما قاموا باعتقال والد هذا الوالد وابنه، بقيت أربعة أفراد من القوة المذكورة إلى هذه اللحظة. الجيران في اليوم الثاني أي البارحة قاموا بالاستفسار عن شكل هذه القوة وتابعيتها، يعني الاستفسار عن من الذي جرى. قاموا باحتجاز الجيران، اثنان من الجيران الى هذه اللحظه في المنزل. في اليوم في تقريبا الساعه الرابعه عصرا قاموا باعتقال المدعوه فاطمه كامل خلفيج ابنته وهي ابنه ارمله، اخذوها مع طفلها الذي يبلغ عمره 15 يوما، وتركوا اثنين من ابنائها في البيت، اقتادوها لجهه مجهوله. طيب سيد احمد، هل هذه القوه كانت التي اعتقلت السيده فاطمه الليهيبي وعائلتها، هل هذه القوه تحمل امر القاء قبض قضائي اصولي؟ لا يستطيع احد الوصول اليهم. التعامل معهم يعني كانوا بشده، اي شخص يحاول التقرب منه يعتقلونه ويضعونه داخل ثم تاخذه السياره، لا احد يستطيع حتى سؤاله. ان احد المسؤولين في المنطقه ذهب الى الفوج وقال ان هذه القوه تابعه الى الاستخبارات العسكريه في مطار بغداد الدولي، ليس لدينا شان فيها. والموضوع الناس تناشد، يعني الناس تركوا موضوع الرجل المسن وابنه، الناس فقط تناشد العالم الإسلامي والناس بالإفراج عن هذه المرأة وطفلها الرضيع الذي لا. طب هل يعلم أحد أين تم اعتقالها؟ هل يمكن التواصل معها أو مع الجهة التي اعتقلتها؟ نحاول. اللواء المثنى الموجود في هذه المنطقة، في منطقة أبو غريب عرب شلوب، يقولون ليس لدينا علم. بعد فترة أعطونا خبر بأن هذه القوة هي تابعة للاستخبارات العسكرية في مطار بغداد الدولي. السيد أحمد عباس، شاهد عيان من قضاء أبو غريب، وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا.